دابا هاد عندي انا واحد صاحب ولدي مالي بحال هذا تشوف لي ليه باش انا شاف شوف لي ليه نقول له السيد اللي ديك وكيل هنا اللي دابا دهدو نقول له السيد بدا كيحرموا ولادو فهمتش هاد الناس علاش كيحرموا ولادو ولا وليدي زاد السكسه فيهم من حقك انا غتجرح لي سد من الحياه ديالي ومشيت سد لي الشمال ديالي وتشطحني في الحساس وصحابي سيدي صلاح يحمد ولادي علاش؟ علاش قاتل لك بابا؟ وقعها تقولي شي دعي نقول الله سندعي شي سدعي زوج جودة ما رايح يعني قالوا لي ما عندناش احنا في الدار لا خلاص غادي تبدا في غادي قالوا لي المخزن حنزيد عليك تبدا تسافر لا 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 تصح كتبغي الصح اقسم بالله انا كتسمع غير الحق هذا خصو يتعاقب هاد خاها كبير ولا؟ عنده واحد 35 سنة كان يجي واحد صغير تقول به دابا كيبقى يشمع راسو دابا اغنى انا غنى ديك غنى ما عرفتش غنى نوجه شي زعما شي ناس في ناس كل ساهية كل ساهية غادي يجيبوها فلوس وكدا صافي جيت تنحل فيا انا عاد بيسو واحد والماجور كان انا ست بيسو ثلاثة بيسو صحابي المهم عملوا زي شقة قرية السماء اذا متابعي شوف تي في اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه طنجه. حاليا كنتواجدوا مع واحد اب لثلاث اطفال اللي تفارق هو والزوجه ديالو يعني مشاكل عائليه والزوجه ديالو حرماتو من ولادو عنده ثلاثه ديال الاولاد جوج ديال البنات وواحد الولد وبنت صغيره في العمر ديالها 5 سنوات ويعني هو مده طويله ما شافها وزوجو ديالو منعت ما يشوفش ولادو قالت له حتى تعطيك المحكمه الاذن باش تشوف ولادك وخذ الاذن عند المحكمه باش يشوف ولادو واخا هيداك ما كتبغيش تعطيه ولادو. خليكم مع هذا السيد هذا اي يعطيكم مزيد التفاصيل ويشرح لكم الحاله ديالو كامله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر شوف تي في عطاتنا هذا الباب اللي نوصلوا والسلام عليكم خارج ارض الوطن. كنشكركم كنطلبوا منكم تساعدونا وعاش سيدنا وعاش مولاي الحسن الله يشافي سيدنا والامه والاسره العلويه الشريفه وتحيه السي الحموشي وجنود الخفاء اللي حاصلين على هذه البلاد وكنشكركم جميعا. سيدي انا اسم ديالي مفضل اخدم مدينه طنجه الحي الجديد كصبا الملقب بعبدو. سيدي تلاقيت مع هذه السيده على سنه الله ورسوله جيت معها واحد المشوار بالحلال. انا المهنه ديالي كصباغ وانتينا كتعرف الصباغ بنادم مسكين مره هيدا مره هيدا مره هيدا دينا المشوار ما كذبنا ما خنا ما والو عملنا البركه ديالنا توكلنا على الله بسم الله زيد على بركه الله. هاد السيده كان ما عندنا لا مشاكل لا والو. انا كنت كاري ب 1500 درهم ضربت 7 سنين وانا كاري وما عندهم الاراضي في سيدي ادريس في بني سعيد عندهم الاراضي قال لك حنا عندنا الارض ما هم بنات واحد السكنه بالله جوره هيدا قالت لك عاود كاري اجي عندنا الفلوس ديك اصلح بهم السكنه ديالك وعمل بهم اسيدي. قلنا سيدي حنا انا ما عنديش حق نمشي بالحق قلنا الناس وقيله مزيانين يعني كيبغيو يعاونونا قلنا واخا سيدي بسم الله.
جبنا الحل ديالنا، عوضنا المسائل ديالنا، زلجنا لبسنا جيب عقي هادي، سكسفنا على السكنة ديالنا، فرشناها، عملنا هكذا، ضربنا المدة ديال 5 سنين وانا معاهم في هاد السكن. ما كنوقف عليهم، ما كيعطيوني، ما كنعطيهم، عامل عاطي الاحترام ديالي، انا المهنه ديالي كتصبغ، هما كيبني وانا كنصبغ له، صباغ صباغ كنصبغ له الخدمه بالوزير. السكنه كنردها لها كما ينبغي، 2 مليون، مليون ونص، والله ما كنشرب عندها شي درهم، كنقول نسيبها حشومه نطلب منها ونجيب لها السلعه ونجيب لها يعني باش. يعني كان كتقول ديالك؟ نعم؟ السلعه قلت ديالك؟ الغلاب السلعه ديالي. الغلاب يعني معايا انا كنجيب سيزوكي معمره بالقواد، بالرولوس، بالسلالم، بكذا، كنطلب عيسو اللوم ديالي نخدم به، كيقولوا لي لا. لا يعني السيده ما كنطلبش مني انا تعطيني، انا ما وقفش عليك تعطيني، انا عاطيه هو الله سبحانه وتعالى، وهادشي اللي انا كنعرف. انا وليداتي مقد بيهم، ما وقفش على شي وحده تخدم لي على وليداتي. بدينا خدمت لا سيدي واحد النهار شي 2 مليون ديال الخدمة ولا مليون ونص، حق الله العلي العظيم، والله ما كنكذب. أنا كتجيني حشومة ما النسيبة ديالنا، عطاتنا السكنة، وحنا زعما قلنا زعما نيسك بحال هايل. نيسك أنا قلت لها جي مريم، ما كانوا عندهم هما شي طيفة ديال الأرض، باعوا واحد الطرف ديال الأرض، هادي شي عام، وأنا ما عنطلع، ما طلعتش نوضت معاك، أولا أنا طلعت معاك مقاد بالسوق ديالي. ولا لي خطينا والدين والاخوان، الله يبارك لنا في الاخوان ديالنا، مساكن كيعاونونا وكيتهلاو فينا بالحوايج، دخوتنا وليداتنا بالحوايج ديالنا، كيصيفطوا لنا من اوروبا دائما الحوايج، كيصيفطوا لنا الهواول من اللي خلقوا الى يومنا هذا. عملت هذيك الشغل، ضربت شي 2 مليون الشغل، كتقول لي سات كون جالس عاد اجي يخدم عندنا. المهم الدنيا هانيه، قلت لها مريم مشي عند ماماك، ولا قال لك عبدو سلف لواحد 30 الفرنك، كنت عن شيبيه فرج، اقسم بالله باش المولد عنقوز المولد، كتسمي لي الا 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 الا. جيت انا قلت لها علاش زعما نيسك هاد الشيء هذا، انا خدام عندكم وكتعرفني ما كدا هيدا اسيدي. ملي قصنا الكلام هذا في العشيه جيت تعصبت، بقيت كنقول لا الجوع الجوع كذا، يعني كلام بعض الساعات كي في العشيه. جيت جبرت اللوبه مبدله ديال الباب، اللوبه مبدله، جبت القفه بالليل هيدا باش ندخل عند ولادي، جبرت الباب مشدوده، اللوبه مبدله. جيت انا قلت لخا، قلت له اجي علاش بدلتي هاد اللوبه؟ قال لي ماشي انا اللي بدلتها. قلت له شوف عندك، ما عندكش حق تبدل هاد اللوب، بين 9 سنين في الزنقة، أمي ما بس في الزنقة تا على هاد الشيء هذا، عهدات هايدا، قلت 30 ألف غتبيتني في الزنقة، خلاتني تنص الصباح وأنا بايت في الزنقة بين الكلاب والطوب وكذا. في الصباح مشيت عند الوالدة ديالي، قلت لها الوالدة شنو وقع شنو وقع شنو، الوالدة قالت لا حول ولا قوة إلا بالله. صافي بقيت مع الوالده شي 15 يوم، طلعت خصي، طلعت الوالده شنو واقع شنو الوالده، هو كيغوات، هو كيتحشش، هو كذا هو كذا، دابا كيبغيو يغلقوا لي مع خوتي، كيبغيو حتى الوالده ديالي تقلب عليا. قلت لها لا سيدي انا ما كنطلب له ما كذا، 30 الف وقع عليا مشكل، هي جلست عليا، شدت الباب ديالي وجلست عليا. واخا سيدي قال لك حنا صافي، طلع عند ولاد، طلعنا عند وليداتنا، طلعنا عند وليداتنا، ضربت شي سيمانه اما حامله. في العشيه دخلت انا، السلام عليكم، وعليكم السلام، العول كيدوروا قدامنا، الامور مزيانه كدا، قالت لي ما انا حامله. قلت الله يسمعنا خبر. قالت لي انا مشينا انا وماما للطبيب محمد السادس وبغينا نطيحوه وما بغاش الطبيب، قال لك سيكون با. قلت له اجي مريم علاش كطيح هاد الشيء هذا؟ قلت له ما عرفتش، شي ربي عطانا شي بركه فيها شي زياق، شي خارجي من عند هاد البركه اللي عطانا الله. قلت له اسمع نقول لك واحد الهضره، علاش عطيحو؟ قلت له ماما كوا تخاك خصهم يزولوا من هاد الشمل.
قلت له لا نصحاب لك معاهم، انا ما عجبنيش هادشي اللي كتعمل. ماما ها بيناتنا با قدام الباب كتسمع شني، بقات كتعمل معايا غنان، كتقول له ما تصبلوشي ما تكدا، وانا كندخل هايدا يعني ما حامله ما نقدرش انا عيات، كتبغي تعمل محاوله باش تطيح ديك الجنين، ديك العائله مسكينه الحمل ديالها كازت حتى ولدت. اسيدي في رمضان 2018 المرأة باقي لها عيشي سيمانة تولد، انا كنمشي نخدم نجيب وليداتي كنجيب القفه كنجبر الله داك الشيء اللي جبتو باح باقي في القفه من الحوايج ديك السكنه اللي ساكنين فيها حنايا كاملين هزوهم طلعوهم بيسو تساني، طلعوهم بيسو تساني خلات لي واحد الطبي في الارض بوطا وبولات وتسيات مزولين والنبيره مزوله وكل شيء مزول، وانا كنباس غير فوق الزلي شي شهر، وانا كنباس فوق الزلي غير ديك الطبي وكاش هاو. نهار 23 في رمضان انا جيت هيدا على ساعدي وعدي نزلت البركه ديالي كدا هيدا، فطرت ما هضرت ما تكلمتش كدا، فطرت انا دخلت نتوضا باش نصلي المغرب، هي مشات عند ماما ها وجات ساعة المغرب في رمضان 23 في رمضان. دابا هما معادلين عليا مسلسل وانا ما عارف والو، دابا فتحت ديك الباب بواحد الدقة باط فهمتيني. انا قالت له يا سير كتعيط للعائل كتقول له الضو، وهي قطع عليا البوله ضد الضو وتسيات والله اقسم بالله، كتبغي كنبغي نفطر كتشعل البوله وكتبب البريز وملي كتكمل كطفي كنقول لها شعل الضو امريا، قالت لي الضو ولا السكنه عن طوال الموالينا. قلت لها هادشي هذا كامل انا عملته امريا، شنو كتقول لي بابا كاي تصنز مول الباب ويما مخابعه في وسط الدار كت ديس. انا قلت لي والله ما تبات هاد الدار فيما كاجي انت كتقول لي علاش كتجي، انا كنقول لها ولادي هنايا واش انا كتقول لي علاش كنجي. اسيدي قلت لي والله ما تبات هاد النهار 23 فما دار العواش رضي الله على ساعدي ووعدي صدمتني. ما بقى لها اسبوع تولد عطيها الفلوس ديالها هاد العواش رمضان الحوايج د العواول، كنقول لها اعمل العواش، كتقول لي والله ما نعمل متصبل لي والله ما تصبل لي. مشيت عند الوالده نهار 23 في رمضان العواش ربي العالمين، الوالده هي كاريه مسكينه، قالت لي يا وليدي هاد الشيء هذا ماشي هو هذا، قلت لها اللي عطى الله هو هذا الوالده. كاز العيد طلعنا طلعنا ولدت تما نهار العيد او لا قبل العيد بنهار، واخا سيدي عملنا طلعنا الحاولي باش يسميو العائله كيقولوا لي لا، قلت لهم علاش لا، انا كنعمل اللي قال لي الله، يعني هذيك العائله خصها بنتي خصها تسمى بهاد الحاولي ديالي، انا شارب 2500 درهم خصني نعطيهم بنتي ها هو فين هو، ماشي تقول انا سبحت ولادي وسبعت لي وليداتي. واخا سيدي كنصيفطوا العائله العائله والو العائله والو العائله، صيفطوا لي السيد عام محكمه الاسره، مشيت لمحكمه الاسره اليوم عطيوك شهر غادي عطيوك شهرين كدا، طلعت واحد 8 شهور عملت رجوع بيت الزوجيه عند المحامي وهي عند المحامي، مشي مشي واجي مشي واجي مشي واجي، المهم حمقوز صيفطوا لي 2,200,000، انا ما عنديش انا عي الصبار وانا عي كنقضي حاجه وكنخدم في الصيف وكنجلس في الشتاء. صدق سيدي ملي صيفطوا لي المحكمة صيفطوا لي بوليس، صيفطوا لي بوليس مشيت عند البوليس جاو مورا بوليس نظار داوني شهر ديال الحبس مع مطلقين ما والو، يعني بحال اللي عامل لي اهمال الاسرة، وانا والله ما سامح في ولادي، انا ما وقفش على شي وحده تخدم لي على وليداتي او لا كذا. دابا هي بغات جات كازت داوني للحبس عطيتها 10,000 درهم وانا في الحبس، ما بغاتش تشبه المحامي ديالها ما وقعش الصلح ما وقعش كذا هذا الله يعاون. عيطوا لنا المحكمة مع كانت كورونا فهمتيني، مع عيطوا لنا المحكمة قالوا لنا شوف شوفوا على الله تجمعوا هذا الشمال، وحنا عندنا زعما باغيين نجمعوا هذا الشمال باغيين ديك العول ما خصناش يتسمو يبقاو. كنصيفط لهم كنقول لهم خصني وليداتي يعطيوني نشوف وليداتي، كتقول لي الله اما ها كتقول لي الله ما تشوفهم تسليهم لك المحكمة، وديك خا ديك خا كيقول لي مشي دعي انا اللي فات لك بال. قلت الله سندعيك، عملت بهم جوج شيكايات نوكل الملك وعيطوا لنا في الدائره الخامسه وعملوا المحضر ومشي وكذا، يعني ما عنديش الشهود.
يقولوا لي حنا بين الزوجة والزوج ما عندناش سرقة أو لا إلى آخره. يعني أنا ما عنديش الشهود وحقيقة أول حاجة بلا شهود ملي خرج من الحبس وصعيطت للمحكمة قالت لها شوف مثل الرجوع بيت زوجية ومنفذ وكذا ترجع للسكنة وكذا والو. مرة ثانية طلقت القاضي طلق قال لها ترجع ولا لا طلقت صافي طلق. أنت قلت أنا قرر الطلاق. انا ما قابلش على الطلاق. الطلاق يماها وخاها اللي طلقوه. اقسم بالله اللي يماها المرا كتبكي وكتنخط وكتقول لي يماها اش عندي ناقصك اش كتبكي وكذا وكذا. بس انا يعني الام ديال الزوجه هي اللي كانت مسيطره على الام الزوجه هي اللي كتحارب معايا وهي اللي هدمت لي العوج ديالي هي اللي هدمت لي الشمال ديالي وهي اللي حرمتني من ولادي الى يومنا هذا. قالت لي والله ما تعطيكش المحكمه ولادك ما تشوفوا كتقول. وفي الاول كيف كانت المعامله ديالها معك؟ كانت المعامله ديالها سيدي انا عمري ما طمعت فيها ولا كذا. كانت المعامله ديالها بحال الناس كامله يعني معامله احترام وكذا وكذا. بالحق ملي بقات المعامله يعني بحال اللي كتستغني ما نربيش شي جناح يعني كيكلطوني ما عمري وقفت عليها صوت وما دير ما عمرها دخلت علي الدار ديالي. وانا الحاجه ديالي كتمشي عندهم كنقول الدنيا هانيه ماشي مشكل هذا النساء ماشي مشكل هذا وما عامل لي ديك الشغل دي. طلقنا القاضي صيفطوا لي واحد المقدار ديال النفقه عاوز. دابا انا عاد خرج من الحبس وكورونا وما خدامش وانا عي صبر مره خدام اقسم بالله كنقاض او شغل ما كنخدمش والمشاكل مشي واجي عقلي ما بقيتش كنعرف راسي انا شنو كنعمل. خصني نعي ولادي واخا ديك المشاكل يعني خصني نشوف ولادي محروم ولادي صافي. مشيت عملت صلة الرحم ديالي محكمة الوراق ديالي إذا نفذت صلة الرحم عطاوني صلة الرحم مشي وصل عون قضائي وعون قضائي ثلاث مرات. نهار ديال العيد الكبير عام الأول 2021 مشينا أنا وأستاذ عون قضائي دق عليها السلام عليكم. وعليكم السلام. السيد بغى يشوف ولادو على طريق المحكمة واخا عطاوني وليدات جبت لهم باليز هاد الحوايج وشريت لهم بوكسليطه وشريت لهم التليفونات والمدرسه ديالهم. المهم فرحت هذاك النهار وجاتني واحد الحوكه ثانيه لحد يا خويا اللي ما جي بقاو كيصيفطوا لي العايل تقولوا لي نور الهدى مهيطه جويه مهيطه ويا ديك نور الهدى انا اللي شافتني جداو عليا مرتص بالقلب باقا صغيره مسكينه اقسم بالله. كانت عندي عزيزه وكانت عندها عزيز انا. دابا ديك العائله مرتص بالقلب. دابا انا كنبغي نشوف عي ولادي نتامن على وليداتي ما كاينش اللي يعطيني الحق ديالي. دابا انا كنمشي مع وليداتي واخا المحكمه عطاتني وليداتي ما كيبغيوش يعطيوني وليداتي نزيدو شي نتبعوهم خلي العول كيكبروا يكبروا فواحد البيئه سليمه ما يبقاش هاد المشاكل. ملي دابا العوال عام وما كيصيفطوا لي العايل ملي يبغوا الحوايج ولا المدرسه ولا كذا ولا هيدا عيط لباكم كيمشي عند باكم اشويت كيصيفطوني للحبس. ما بغيتش انا هاد الما هادي كتحرمني من وليداتي ما كتعطيني. هادي دابا عام وثلث شهور ما شفت انا ولادي وهادي خمس سنين ما شفت انا ولادي العائله خلقت وهادي خمس سنين شفتها مره واحده. وعلاش علاش كتحتقر هاد القانون اللي عطاتك المحكمه؟ هذاك الحق ديالي وليداتي خصهم يشوفوا عزيزاهم وعماتهم ومعماماتهم ويشوفوا باهم ما يطلعوش والله ما فهمت. دابا انا فين ما عرفتش شنو غادي نعمل. دابا انا لا نسعفك وسيمانه خصني ندي عون قضائي وانا ما عنديش الفلوس اللي غادي نمشي نعمل عون قضائي كل اسبوع وكل باش نشوف وليداتي. ودابا كنترجى من الاخوان المغاربه الله يجازيكم بالخير والله يرحم الوالدين ديالكم الله يطول في عمركم ويحفظكم الله الا ما تعاونوني يعطوني وليداتي نشوف وليداتي صلة الرحم. ديك العواول مساكن ما عاملين والو علاش كتسموهم من باو ما كتصيفطوني للحبس وكتديوهم ليه وكذا علاش كتتعدى عليا؟ كنطالب من هاد الام الزوجه ديالي علاش ما علاش كتتعامل معايا بهذه الطريقه؟ علاش واش انا امي تعديت عليك تعديت لك على ولادك؟ بغيت انا حقي من الشرف ديالي من هاد السيده هادي الام الزوجه ديالي والابن والاخ الزوجه ديالي. يعني الزوجة ديالي محكومة. الزوجة ديالي كتبكي ويماها كتقول لها شني ناقصة علاش كتبكي وكذا. ويا يماها اللي كتحارب معايا ماشي انا. ما عمري طلقت
بعض الساعات كتسمع بان هذاك مطلق وكذا، انا كنت انا والزوجه ديالي معاوطين عارفين شنو كنعملوا، بالحق ملي دخلوا بيناتنا صافي. وهذا الشيء اللي غنقول لكم، الله يرحم الوالدين ديالكم ونختموها بالسلام عليكم، اللهم صل عليك رسول الله، الله يحفظكم لما تعاونونا الاخوان ديالنا، الله يرحم الوالدين ديالكم. شكرا. اذا متابعي قناه شوف تيفي، كيف ما لاحظتوا معنا قصه ديال هذا الاب هذا اللي محرق على ولاده واللي عنده مشكل بين بينه وبين الام ديال الزوجه ديالو، لا حول ولا قوه الا بالله، منعه ما يشوفش ولاده، ولاده كاملين باقي صغيرين، بنته الصغيره عندها 5 سنوات، لا حول ولا قوه الا بالله، كما كيقول بنته الصغيره عندها دابا 5 سنين وشافها مره واحده كيمشي عندهم تم باب الدار وما كتبغيش تهبط لولادو يشوفهم. اذا متابعي قناه شفتوا في، وصلنا نهايه البث المباشر، نتلقاو في بث مباشر اخر.